طيب لي العيش بقربك دعني أرتوي من فيض قلبك ربي يناجيك يعني أسقني حبك كم يطيب لي العيش بقربك دعني أرتوي من فيض قلبك ربي يناجيك يعني أسقني حبك لا تكب بلني في ذاتي خليني حرا نفسي في من فاها ذاقت كاسها المرة إن توغلت بضعفي ضعفي يجذبك ضياع وهو ينشدك يطيب لي العيش بقربك دعني أرتوي من فيض قلبك ربي يناجيك كياني أسقني منطلق إلى أورشليم فسأله واحد هل الذين يخلصون قليلون فقال لهم يسوع اجتهدوا على الدخول في الباب الضيق فأني أقول لكم إن كثيرين سيطلبون الدخول فلا يستطيعون فساعة يقوم رب البيت ويغلق الباب وتكونون أنتم واقفين خارجاً تقرعون الباب وتبتدئون أن تقولوا يا رب يا رب افتح لنا فيجيب هو ويقول لكم أقول لكم إني لا أعرفكم من أين أنتم ف
فحينئذ تبتدئون أن تقولوا: قدامك أكلنا وشربنا وفي شوارعنا علمت. فيقول لكم: إني لا أعرفكم من أين أنتم، ابعدوا عني يا فاعلي الإثم. هناك يكون البكاء وصريف الأسنان، إذ ترون إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء في ملكوت الله، وأنتم مطرودون خارجا. ويأتون من المشرق والمغرب والشمال والجنوب ويتكئون في ملكوت الله، فهو ذا آخرون يكونون أولين، وأولون يكونون آخرين. وشوحا لا لها أمينا واحد آمين. شكراً أبونا، ربنا يوفقك كما أنت على خدمتك، على رعيتك، على قوتك هنا، وجالية كبيرة ويراد لها شغل كبير، شو لحزيقة. ربنا يحميك وأنت وأبونا وأبونا بيرن همنا، ونصلينه على رسالته الجديدة في كنيسة Mother of God. وأبونا كيفن همنا، وأكيد نبارك أبونا جون اللي راح يجي يستلم مكان أبونا بيرن. صلواتنا دائما تكون معهم. همنا مثل ما قال أبونا، اذكروا رساليتنا في المملكة المتحدة، صلواتكم دائما ترافقنا وتقوينا وتعزينا حتى نكمل مسيرتنا الكهنوتية. صباح الخير جميعا. إنجيل اليوم حلو على الباب الضيق اللي يتكلم عليه يسوع. فباب الضيق كان يستعملونه مثل قول مستعار في المناسبات والحفلات اللي كانت متبعة في ذلك الوقت. كان يحطون باب مثل حارس، ولما يجون كل المعازيم ويسدونه. بالمخططات وبالرسوم اللي ترسم، نشوف مثلا واحد إذا يريد يرسم طريق، بداية الصفحة راح نشوفه طريق عريض، وبنهاية الصفحة نشوفه طريق كل ما يصغر. الباب الضيق هو حياة الإنسان اللي يعيشها على هذه الأرض. دائما احنا نفكر بعيد الميلاد، إذا يجي على أي شخص من عندنا عيد ميلاده نقول إيه زادت سنة على عمره، بس هي بالأصح هي ما زادت سنة، هي نقصت سنة. نقول نشكرك يا الله على هاي السنة اللي انطيتنا إياها، عشناها وعبرنا هاي السنة، رح ندخل في سنة أخرى. لأنه حياة الإنسان هي متكونة من قوسين، قوس الميلاد وقوس النهاية. فإذا الإنسان يعيش 50 سنة، فإذا عنده من 1 إلى 50، أو يعيش 70 من 1 إلى 70، فهاي القوسين هي محصورة حياة الإنسان. فهذا الإنسان ايش راح يعبي خلال هالقوسين، ايش راح يخلي؟ فنقول زاد عمره لو نقص عمره، لأنه الإنسان دي يروح حتى يتهيأ للدخول إلى هذا الباب الضيق اللي هو باب الحياة. لأنه يسوع هاي مسيرته من إنجيل لوقا الفصل 13 تقريبا، هاي آخر رحلة يسوع إلى أورشليم. معناته طريق يسوع، ليش قلت بالبداية الطريق اللي نرسمه بالبداية عريض؟ لأنه بداية حياة يسوع كانت رسالة تبشير وبدل، وشوية شوية دي يضيق الطريق إلى أن يوصل إلى طريق الجلجلة والصلب والموت والقيامة. فمسيرة يسوع هاي النهائية دي يضيق الطريق علينا. فضيق الطريق هو المجد اللي نطلبه، أو السعادة اللي نطلبها، أو الخلود اللي يريد إحنا نعيشه، أو الفرح اللي يريد نعيشه، أو الملكوت اللي يريدها، هو من خلال هذا الباب الضيق. وهذا الباب الضيق شنو هو؟ طريق الآلام، طريق الجلجلة. احنا شلون راح نعيشها؟ شلون راح نترس هاي القوسين؟ بالخير ام بالشر؟ لما الانسان ينتقل من هاي الحياه الى الحياه الابديه، يذكرونه بالخير او بالسيء، او يقولون اوف خلصنا من عنده، او يقولون الحمد لله والشكر هذا انسان كان طيب وربى اولاد جيدين، قوم اولاد، قوم عائله جيده. فهاي حياه الانسان. فاذا الباب الضيق هو هذه الحياه الانسان اللي يعيشها، مسيره على الأرض اللي راح يعيشها. ويسوع في مسيرته على الأرض ليوصل خطوة خطوة إلى الصلب. فهم إحنا لما نريد نسير وراء يسوع، حياتنا هي الباب الضيق، هي المشاكل، هي الصعوبات، هي الاضطهادات،
هي اللعنات تيجي من الناس، هي الكلام السيء، احنا قد رح نتحملها باسم يسوع. لما يسوع قال بالانجيل ابتعدوا عني لا اعرفكم، شنو معنات ما يعرفهم؟ هو يعرفهم كل الزين، بس يقول هذول الناس اللي ما كانوا مستحقين ان يدخلون الى هذا الباب الضيق ما يستحقون هؤلاء الاشخاص يكونوا من ضمن معرفتي. وهسا احنا بالسوشيال ميديا، اذا بالصفحة الفيسبوك تويتر او اي مواقع، نشوف ايش قد عندنا اصدقاء، ايش قد نعرف من عندهم، ايش قد يكون عندنا اتصال وياهم، ايش قد يكون هم يتجاوبون معانا ونتصل معاهم. مئات، عشرات، مئات، الاف عندنا، ايش قد نعرف منهم؟ ما نعرف. لهذا يسوع يقول ابتعدوا عني لا اعرفكم، لانه انتم ما دخلتم من ضمن المخطط الالهي، من ضمن خلاص نفوسكم. الانسان دائما يفكر في الابديه حتى نعيش هاي الابديه، هذا الخلاص. لحد الماضي ذكرنا الشجره، مثل الشجره، من غير هاي المقطعين القصيرين اللي كانوا بيلاطس خلط دمائهم بذبائحهم، او البرج اللي وقع، وشجره التين اللي ترمز هاي الشجره الوحيده، هي التين اللي ما تعطي ثمر، ما تعطي ورد، تعطي بس ثمر. وبعدين اجى هاي المراه المنحنيه، هاي المراه المنحنيه بس تفتش عن الحياه الارضيه. يسوع يقول دائما ارفعوا افكاركم الى العلا، نقولها بالقداس، ارفعوا افكاركم الى العلا. ليش احنا ملتزمين بس بالارضيات؟ لهذا يسوع يقول ابتعدوا عني لا اعرفكم. صعبه لما يوحد يقف ينتقل من هاي الحياه الزمنيه الى الحياه الابديه، يقف قدام الديان يقول ما اعرفك، ما انت اكلت معانا، شربت معانا، علمت في شوارعنا، علمت في بيوتنا ودرست، وشنو انا كنت كل احد اروح للكنيسه، شنو فائدتنا احنا كل احد اروح للكنيسه؟ بدنا ندخل مثل ما اجينا نرجع، شو استفادنا من الكنيسه؟ الاباء يقدمون كل ما يمكنهم من طاقه حتى يخدمونا، الاساقفه حتى يخدمونا، الشمامسه، الجوق اللي دي قاعدين من الصبح يجون يرتلون يسبحون شمامسه صلواتهم، احنا شو استفادنا؟ هل بس احنا نجي سوشيالز نعرف واحد الاخر، ام نعيش مع يسوع؟ انت لما تجي للكنيسه ركز حياتك، قدمها ليسوع، قل انا يا يسوع اجيت اليوم اريد اعيش معك، اريد اعيش هاي الساعه معك، افرغ كل افكاري، افرغ كل عقلي من كل الافكار الارضيه، اريد اشوف يسوع شريك من عندي. صموئيل يقول تكلم يا رب فان عبدك يسمع. احنا دائما احنا نحكي نحكي نحكي، ما نخلي يسوع يحكي في حياتنا، ما نخلي الله يحكي في حياتنا، لهذا ما نسمعه، ونريد نسمع الله الشيء اللي احنا نريده. ما يجوز، اكو وصايا، اكو اسرار، وين انا وصلت بوصايا الله العشره؟ اسرار الكنيسه ايش قد اطبقها في حياتي حتى أنا أدخل من هذا الباب الضيق؟ لما ندخل بهذا الباب الضيق، مثل ما قلنا هو قول مستعار كانوا يستعملونه بالأعراس، لما يدخل باب ضيق رح يفتح قدامه حفلة كبيرة، عرس كبير. هذا هو خاطئ واحد يتوب، هو فرح كبير في السماوات. خلي نعيش أخوتي أخواتي المباركين هاي النعمة، مثل ما يقول مثل إنجليزي It's never too late. إذا نرجع لي الله في كل لحظة من حياتنا، ربنا فاتح إيده حتى يستقبلنا. خلي ندخل هذا الباب، خلي نعبر هاي الحواجز، مثل هذا العداء اللي يركض يركض، لما يقع يريد يوصل للهدف مالته، شو راح ينجح؟ لما يقع ما راح يبقى واقع ما يقوم، لا راح يقوم حتى يكمل ويزيد طاقته، لأنه وقع نقص كم ثانية من الوقت مالته. خلي نجتهد، لهذا قال اجتهدوا. هم قالوا له سألوا له كم الذين يخلصون؟ ما قالهم كم، قالوا شلون يخلصون، الطريقة، اجتهدوا بالدخول من الباب الضيق. ربنا يحميكم أخوتي أخواتي المباركين، ربنا يقويكم، وربنا يعطيكم الصحة والعافية، ويقوي حياتنا مع بعض إيمان واحد. خلينا نكون كلنا ملتفين حول صليب يسوع، لأن الصليب هو الحامي الوحيد لنا. آمين.